ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. النجار القوي اللي كان على موعد في ملعب مانديلا فاز على ساوث افريكا 5-0. من سيكون ثاني المتاهلين للدور نصف النهائي؟ الجزائر ام المغرب؟ هذا هو الليبي المبروك محمد اللي سيطلق صافرة انطلاق هذا اللقاء. على بركة الله ينطلق هذا الموعد الكروي المغاربي. رزقي رمان في مواجهة سعيد الشيبة في موعد هام، في موعد كبير، موعد مرتقب. الفاز سيمثل العرب وافريقيا على المستوى المونديالي تحت السن 17 سنة. تنطلق الآن المباراة وكرة للفريق الجزائري تنقل منطقة الفريق المغربي بالدفاع من خلال معالي. كرة في وسط الميدان عند رقم 5 يونس بن علي. من 24 اللاعب الناير لعب الكرة طويلة تغطي مرتبة، ولكن يحاول يرافق مباراة الديربي باستمرار. كل فريق يرغب في الفوز والذهاب للمربع الذهبي. هذه كرة لصالح الفريق الجزائري. خروج الحارس بن غسيل، هذا هو طه حارس مرمى المغرب. المغرب بلاد الحراس من خلال سيك من بلغاريا. الجزائر ايضا عندها حضور مملكة الفريق المغربي. المغرب والجزائر على مختلف الاعمار. هذا وطاهر الشيبو، هذه كرة جزائرية بعيدة إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح الفريق المغربي. سعيد الشيبة اللي قال هدفنا الذهاب لكأس العالم. من المحاولة الجزائرية الكرة بعيدة لبرا لل 97 فازوا باللقب. كرة ترجع عند الحارس حميدي. هيا 24 حموني يرفع كرة عند الحارس حماش يمسك بالكرة. الحارس الجزائري حماش يلعب في كندا مع نهائي كاس افريقيا 2011 المغرب وخسر من الجابون. جزائرية ترفع من الشهيد منطقة المغرب تتحول إلى قبة، مدرسة كبيرة على مستوى التكوين. اللاعبين هنا بالعديد من الفرق منتخبات حاليا يدرب في منتخب تنزانيا. عويطة قروش ونوال المتوكل، هذه كرة ومراوغة لمصل الدور نصف النهائي مونديال. ككرة عند أناتوف ترجع الفريق المغربي. بوغيسان طويلة في العمق بعيد على الناير ترجع معالي. نقل الكرة بسرعة باتجاه الناير ولكن التغطية تتم. كرة تبعد من 15 زياد نجم الدين نمر أمام الناير يرفع كرة حموني منطقة الجزائر والدفاع. بودلال بوغيسان كرة طويلة المدينة العريقة في الجزائر. هذه كرة عرضية منطقة الجزائر. بوغيسان للأمام ينطلق معاد لا وجود للشيء. ضربة مرمى سقوط معاد. بوغيسان رقم 15 تحول ظهير أيمن المنتخب المغربي للهشوم في هذه اللقطة. كير معاه الخطير أناتوف ينطلق بالكرة. أناتوف ناحية حكيمي بونو جيل ذهبي جيل العرب مبارك بلاد الفنان الاستثنائي للمغرب ولكرة القدم العربية والأفريقية. تسديد من بعيد وكرة تنتهي برا. محاولة خطيرة من الشاكير آدم الشاكير. كاد أن يفاجئ حماش آدم الشاكير. فكرة ممتازة من الشاكير، استلم سدد. سرعة في التفكير من لاعب وسط ميدان الفريق المغربي. بير ناصر يلعب حاليا ديربي ميلانو نصف نهائي دوري ابطال اوروبا. كرة ترجع لصالح الفريق الجزائري. جزائر مخلوفي، جزائر زيتوني، جزائر دحلة بوماشير موسى الصايب. نكسب منتخبين في المونديال ولكن
سنكسب منتخب وسنخسر آخر. منتخب واحد سينتقل للدور القادم دور نصف النهائي. لطين 90 جيل قادم الشير 2019 في القاهرة قادم الشمال بالماضي. منتخب المغربي بعد التألق المونديالي سيطمع للفوز بكان كوت ديفوابي وركلات الترشيح فاز الفريق الجزائري. 1-1 في 90 دقيقة. كرة للجزائر في انتظار التنفيذ الآن. ترفع كرة بالتشار مرمى ترور حموني محمد حموني حموني دفاع موجود. تبقى الكرة منطقة الجزائر رأسية عند الحارس حماش. هذا هو حماش حارس مرمى الفريق الجزائري. أمامنا رقم 5 عبد الحميد ناير. ناير يتقدم ناير عرضية والهدف للسارع الفريق المغربي. رأسية وسام زكريا كول. المنتخب المغربي سجل على طريقة سيري الماتادور يمنع تقدم للفريق المغربي. كرة اخذها الناير عرضية من الناير يسجلها 18 زكريا. زيكو يمنع التقدم للصالح الفريق المغربي. انطلاقة واعدة جدا من أيمن الناير. ناير اختطف الكرة من المدافع الجزائري. شوف الغلطة هنا هنا اقتناص الكرة من جانب الناير. الناير ناير عرضية من ناير رأسية من خلال وسان. وسان وسان بلمسة واحدة كافية للوصول لمرمى الجزائر. رأسية رائعة من جانب انصير الجديد من جانب زكريا. زكريا يضع كره. تبقى الفريق الجزائري معادل وراء. هنا كنترول سيء الفريق الجزائري. يعني من البدايه كان متحفظ. هدف الموني حموني ينطلق حموني يحاول مرور حموني ما يمرش. كره ترجع للفريق الجزائري. خداها بن يدير رقم 10 يانيس فرحات. يرفع كره فرحات طري علان للمغرب خلال الناير. الناير واحد لواحد ما يمرش مع فرحات. كره مسرقه من الاول تصدي موجود. تبقى المحاوله قائمه الطيره الانطلاقه السريعه كره التعادل. الحارس يتصدى تبقى خطيره. اوقفها بن غسيل. بن غسيل وشا لوشا يبيع زياد صالح. صالح كره مررها ليا ناتوف مستر يمرر صالح وشا لوشا ولكن اوقفها. اوقفها الشبل هذا الشبل من باك الاسد. عمليه هجوميه للفريق الجزائري. جزائر خطير فريق الجزائري. المطالب ضرب الجزاء والليبي يقول لا ركنية. الحكم الليبي المبروك محمد الواثق من قراره يقول ضربة ساوية للفريق الجزائري. أمام الإعادة ترجع كرة الآن بهجمة تضيع الكرة. العودة نجد الرد فيما كرة تجد اللعب اللعب بوغيسان ترسل طويلة الآن في محاولة مغربية انطلاقة سريعة. ضربة مرمى للصانع على الفريق المغربي. آخر لحظات في محاولة مغربية انطلاقة سريعة موقع ثاني ولكن تصدي رائع في اللحظة الأخيرة. الإنقاذ زكريا وسام حقق الفريق الجزائري. الفريق الجزائري في الهجوم. كرة عودة سريعة هذه عرضية خطيرة. شفنا التدخل اللي قام به زياد نجم الدين. المنتخب الجزائري الان يتحرك والجمهور في هذه اللحظه في انتظار تنفيذ الركنيه. كوره على مستوى القائم الثاني هذه راسيه بعيده الى ضربه مرمى للفريق المغربي. امامنا رقم 4 المدافع عبد الحق بن يدير من بارادو. الكرة الثانية هذه كرة خطيرة والدفاع الجزائري في آخر لحظة. يونس بداني وفي هذه اللحظة صافرة الليبي المبروك محمد الليبي المبروك لعلان انطلاق الشوط الثاني لهذا اللقاء. شفنا الندية كانت حاضرة من خلال الشوط الأول. شفنا في 45 دقيقة أولى تنافس بين الفريقين في الشوط الاول. الروح الرياضيه كانت هي المنتصره. ان شاء الله تستمر الجزائر بحلم الذهاب لكاس العالم بينما السافره الليبيه تحتسب خطا لصالح المنتخب المغربي.
زامبيا كانت بمثابة تحصيل حاصل. الكرة منطقة محاولة جزائرية من خلال يعقوبي تبعت بالخطأ، التسديد من خارج منطقة الجزاء إلى ضربة مرمى. تظل محاولة من أمين جالو رقم 22 تعود لصالح الفريق المغربي. المغرب منتخب المغربي اللي تألق، المغربي هذه بينية كرة خطيرة زكريا وسان 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 جول وسان دوبيتا وسان ثنائية زكريا في شباك الجزائر، كرة سجلها وسان وسان الهدف القادم بقوة في سماء الكرة الأفريقية. زكريا وسان بلمسة واحدة يدور الكرة الثانية في شبكة الجزائر. 2-0 كرة ضربت الدفاع الجزائري، زكريا وسان كان حاضر كان شاس بلمسة واحدة يسجل، لكن في تدخل قوي بداية اللعبة، في تدخل ونال ما أراد بهدف أول عن طريق وسان. في الشوط الثاني جاب الثاني كرة خطيرة والثالث الهدف الثالث للفريق المغربي. هذه المرة هدف شاكير، كرة قوية من شاكير، شاكير يأكد التعال، يأكد الذهاب للمونديال، يأكد الانتقال للمربع الذهبي بثلاثية مغربية مستحقة. هدف شاكير في الشبكة، ابتسامة حامل. ألف فيها كويس وما تتحمر بقى اوريها لكم. وبكده زي ما احنا شايفين البصلة اتحمرت معي اهي كده بالشكل ده، هاخد بقى معلقة منها كده واحطه على الكشك بتاعي بالشكل ده كده، لونها حلو جدا جدا قوي كده كده تمام قوي. هقلب بقى ده كده كويس، بيديله طعم برضو حلو بالبصل المحمر ده المتكرمل. يلا بقى هاتينا هحطه بقى في الطبق وهوريه لكم. وبكده زي ما حضراتكم شايفين معايا الكشك بتاعي خلص، طعمه وريحته جنان، طعمه حلو جدا جدا ومغذي حلو قوي. لو حتى الاطفال ياكلوه لنا بالمعلقه كده بيبقى حلو، باللحمه مقطعه فيه بالشكل ده ورشيت عليه البصل المكرمل بالشكل ده كده. وبكده يكون غدايا خلص معاكم، يا رب يعجبكم ان شاء الله، واستنيكم في فيديو جديد، ويا رب الفيديو ده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.